السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم واقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، اللهم أمين يا رب العالمين. ومعكم فضيلة الشيخ شعبان درويش. أهلا ومرحبا شيخ الكريم. أهلا ومرحبا، حياكم الله يا أستاذ أحمد. اللهم أمين يا رب العالمين، ومتعكم الله بالصحة والعافية، ونفعنا الله بعلمكم. اللهم أمين يا رب العالمين. صلى الله عز وجل أن يحفظ فضيلة الشيخ سامي السرساوي بحفظه، والحمد لله الشيخ بخير. لمن يسأل عن الشيخ ولكن حدث له شيء، الحمد لله بخير، يعني منعه عن المجيء اليوم، وشرفني فضيلة الشيخ شعبان درويش. أسأل الله عز وجل أن يحفظك بحفظه، بارك الله، وأن يجازيك عنا كل خير. آمين، بارك الله. والله ما اتصلنا بك إلا لبيت سيدنا، جزاك الله خير. نواصل حديثنا حول سنن الصلاة، بين كل أذان أو بين كل أذانين صلاة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة. هل يستحب شيخ الكريم فضيلة الشيخ شعبان درويش أن نصلي إذا توضأنا أو إذا سمعنا الأذان ونحن في انتظار الإقامة أن نقوم ونصلي ركعتين لله عز وجل؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، كما قلنا في لقاء سابق أن سنن الصلاة كثيرة، يعني صلاة التطوع كثيرة جدا، ومن هذه السنة وهي من السنن الغير راتبة كما يسميها أهل العلم، أو من السنن الغير مؤكدة، لكن طبعا يستحب لأن فيها أجر عظيم. والإنسان منا إذا كان بين الأذان والإقامة فهو ما يستحب أن ينشغل به أحد أمرين، إما أن ينشغل بالصلاة، فقول عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة، ولم يحدد لها حدا أقصى، يعني يمكن أن أصلي ركعتين، يمكن إذا سمح الوقت بين الأذان والإقامة أن أصلي أربعا أو ستا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحدد ركعتين أو أكثر، فقال بين كل أذانين صلاة. وإما أن ينشغل بالذكر والدعاء، فهو إذا انشغل بالصلاة جمع بين الأمرين، جمع بين الصلاة من ناحية، وبين ما فيها من ذكر ودعاء من ناحية أخرى. ولذلك لو أن سائلا سأل الأفضل أنشغل بالدعاء باعتبار أن ما بين الأذان والإقامة من الأوقات التي يرجى إجابة الدعاء فيها، ولا أنشغل بالصلاة، نقول انشغل بالصلاة، فإن الانشغال بالصلاة ضرب عصفورين بحجر واحد كما يقولون. انشغلنا بالصلاة وهي مستحبة في هذا التوقيت وعليها أجر عظيم، والأمر الثاني أن الصلاة فيها مواطن للدعاء، فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر من الصلاة وأكثر من الدعاء حسب ما يتيسر لك فيما بين الأذان والإقامة، واسأل الله بعد ذلك القبول، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. والصلاة من معانيها اللغوية الدعاء. نعم. جزاك الله شيخ الكريم. هل هذا للرجل وللمرأة على حد سواء، الرجل في المسجد والمرأة في البيت شيخ الكريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، الأصول العامة للشريعة أن النساء كالرجال في جميع الأحكام إلا ما استثنيت به النساء من بعض الأحكام. وهنا نقول قول عليه الصلاة والسلام، عموم قوله عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة، يجعل هذا للرجل والمرأة على حد سواء في المسجد أو في غير المسجد على حد سواء، لأنه هو لم يحدد بين كل أذانين صلاة في البيت، ما حددش، طب في المسجد ما حددش، فما دام النص ورد عاما فهو فيه عموم من وجهين، الوجه الأول أنه يشمل الرجل والمرأة على حد سواء، والوجه الثاني أنه يشمل المسجد وغير المسجد أيضا، فيمكن للمرأة في بيتها أن تستفيد من هذا التوقيت ما بين الأذان والإقامة، يعني ما بعد الأذان للوقت، وإن كانت غير موجودة في المسجد فإنها يمكنها أن تصلي ركعتين أو أكثر، وأن تجتهد فيها في الدعاء، فإن هذا موطن من المواطن التي يرجى فيها إجابة الدعاء. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أختنا. السلام عليكم.
أم من؟ أم زينة. أم زينة السلام عليكم أم زينة. أم زينة السلام عليكم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا، اتفضلي. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طب حضرتك بعيد جدا يا شيخ أحمد. أنا ساكت خالص، وطي التلفزيون وكلمني على التليفون. طب حضرتك سامعني أقول السؤال؟ أيوه نعم، اتفضلي. طب بص حضرتك، أنا عندي ثلاث أسئلة، أنا مش سامعاك بس أنا هقولهم لك يعني، وأنت حضرتك ترد عليا بعدين. أول سؤال، أنا جوزي شغال في محل حلواني. هو مسموح له ياكل أي حاجة في الشغل وكده عادي. هو ممكن مثلا وهو جاي بالليل مثلا ياكل قطعة جاتوه، وهو جاي مثلا بياخدها معاه، وهو خارج بيجيبها لي معاه مثلا، يعني ياكل نصها ويجيب لي نصها وهو جاي. فهل ده فيه حرمانية؟ هو بس هو بيبقى معرف للمدير مثلا إن أنا آكل مثلا نصها وأنا هفتحها في الشارع وآكلها وأدي منها مراتي. ده فيه حرمانية أو حاجة؟ تاني حاجة، إيه رأي الدين في رجل ينزل الشارع وهو جنوب؟ عزك الله. ثالث حاجة، هل يجوز الاغتسال الوضوء بليل؟ يعني أخش مثلا أغتسل سواء مثلا حيض أو جنب أو استحمام عادي بغرض النظافة، ومثلا أخلص ويبقى ده وضوء بليل أو من غير ليل؟ يعني أغتسل بليل أو من غير ليل الوضوء؟ أمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا اتصال تاني، أستاذ عيد، السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا يا أستاذ عيد، تفضل. ألو. السلام عليكم، تفضل يا أخي الكريم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أختي توفت قبل والدي. الله يرحمها. سامعني يا شيخ أحمد؟ الله يرحمها. وسابت ذهب ولها بنت واحدة بس. وبعد والدنا بقى خد الذهب ده بصفة الأمانة عنده لحد وتصرف فيه، فطلع مبلغ من المال. بعد 17 سنة حطه لها في الشبكة بتاعتها، والدي حط في الذهب لبنت أختي وقال إن ده كان ذهب أمها. ففي شيوخ قالوا لا، الذهب يترد زي ما هو ذهب. بعد 17 سنة اتغير الحال، ووالدنا ما كتبش لبنت أختي أي حاجة لا في البيت ولا في الأرض، وإخوالها مش عايزين يدوها لا ذهب ولا اي حاجه خالص. يجوز؟ وايه الشرع بيقول في كده يا شيخنا يا شيخ شعبان؟ فمن الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم يا استاذ احمد. الو. السلام عليكم استاذ احمد، اتفضل يا فندم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضل. لك يا فضيله الشيخ. ايوه نعم. لو سمحت، ما هي الصفه الصحيحه لليدين اثناء التشهد؟ شكرا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، فامان الله. نعم شيخنا الكريم، ام زينه زوجي يعمل في محل حلواني. ان شاء الله تعالى لو في وقت هنرجع تاني لبعض الاسئله عن الوضوء وصلاه وما شابه ذلك، ولكن ان شاء الله تعالى بين الاسئله ان شاء الله. زوجي يعمل في محل حلواني، وقالت إنه مسموح له يأكل في المحل ما شاء له أن يأكل. لو أخذ قطعة حلوى وأكل نصفها، ويعني أتى لزوجته بالنصف الآخر وهو مستأذن من المدير، فما حكم هذا الشيخ الكريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. عليه الصلاة والسلام. والله هذا زوج ابن حلال، فإنه يعني يطعم زوجته مما يطعم، يعني ده هدي النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة. أسكنوهن من حيث سكنتم، وقياسا عليه أطعموهن من حيث طعمتم. فما دام صاحب المحل أو المدير المسؤول يأذن في هذا فلا بأس به إن شاء الله، وهو يأكل النصف وهي تأكل النصف الآخر، حتى ولو كان يعني الأمر أكثر من هذا، ما دام صاحب الإدارة أذن فإن شاء الله شيء مباح وطيب. ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنهم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أستاذ سعيد السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. أهلا ومرحبا، تفضل. الله يكرمك، ازيك يا شيخنا؟ في نعم والله، تفضل. مرحبا، حياك الله. ازيك يا استاذ احمد؟ في نعم والله، الحمد لله رب العالمين، الله يحفظك ويحفظك. ممكن أكلم الشيخ والله لو سمحت؟ الشيخ يسمعكم، تفضل أخي كريم. لو سمحت، هو دم الغسل، دم اللثة يفسد الوضوء والصيام؟ دم اللثة يا سيدي. الله، حاضر. دم اللثة اللي ينزل من اللثة.
حاضر، وضح السؤال. في سؤال اخر؟ طيب وبعض معايا لسه اسئله بس. اتفضل. طيب الصابون بعد الغسل هل يستجيب الوضوء منه ثاني؟ الصابون بعد الغسل يا شيخ. لا داعي للاعاده، انا سامعك كويس. في سؤال ثاني؟ ايوه الصيام يوم ويوم. ايوه سيدي. يعني يوم ويوم. وبيتعدى عليه 13 و14 و15. سؤال ايه؟ هيصوم يوما ويوم بقى من بعد يوم و13 و14 و15، سؤالك ايه؟ وبيجي معاه 13 و14 و15. هل ده يعني يتعارض مع صيام سيدنا داوود؟ يتعارض مع. وصل كلامك يا استاذ سعيد. حاضر. عليه السلام. السلام عليكم الموائل. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا فلان الشخص تعبان دلوقتي بيقول على السنه اللي على بعد الاقامه، انا بقى بستنى الاذان وبصلي مثلا الاربع ركعات بتوع العصر واربعه قبل الظهر، في سنه غير ايه ولا ايه؟ السؤال الثاني ان انا كنت انا قايل لكم على ابني اللي هيعمل عمليه واخويا ما رضيش يديني فلوس من حقي عشان اعمل له العمليه، وعمود ابني كان بين الحياه والموت. قد ايه الواحد ممكن يكلمه؟ انا مش عايز اكلمه بس مش عايز اسال عليه ويد. اعمل ايه بقى؟ حاضر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ام اسراء السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا استاذ احمد؟ الحمد لله، اتفضلي يا فندم. لو سمحت يا استاذ احمد، انا امي عندها 60 سنه. من اول ما جت لها العاده الشهريه وان هي بنت لحد ما تمت مثلا 50 سنه لحد ما انقطعت من عندها الدوره كده، كان بتصوم رمضان وابتداء بستة من شوال، بس في فترة أيام الحيض بتاع شهر رمضان ما كانتش بتعرفها، ما كانتش تعرف إن هم بيتصاموا. فمن أول ما هي بنت لحد ما تمت كده وهي ما كانتش بتصوم الأيام دي كلها. دي تصومها ولا تسمع لها؟ حاضر. ما كانتش تعرف هي والله، وقالت يا بنت أنا ما كنتش أعرف والله إنهم بيتصوموا. الله يحفظها. في أمان الله. حاضر. في أمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معاك اتصال آخر؟ أم عبد الله، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم عبد الله اتفضلي. يا شيخ أنا والله أنا كنت صغيرة، كان عندي زي حوالي 12 سنة كده أو 13 سنة، وكان بابايا الله يرحمه متوفي، فكنت بنزل عند مرات عمي بنضف لها وأروق لها وأغسل لها الغسيل وأعمل لها كل حاجة في بيتها. فكانت وانا ماشيه كانت تمد ايديها في 2 جنيه 3 جنيه تديهم لي، ما كانتش تديني اكتر من كده. فالمهم انا كنت في مره بطني في الشقه عندها ولقيت خاتم ذهب بتاعها، قمت واخداه وقمت بعته، بس انا ناسيه انا بعته بكام، ناسيه انا مثلا جبت بيه ايه، ناسيه كل حاجه. انا فاكره ان انا جبت بيه حاجه المدرسه، بس انا ناسيه انا بعته بكام وناسيه هو كان قد ايه وناسيه كل حاجه. فانا مش عارفه انا هعمل ايه، انا مش عارفه بصراحه، بس انا كنت واخداه ان هي مثلا بتاكل عليا حقي وان هي ما بتدينيش حقي. طيب اسال الله ان يعفو عنا وعنك. شيخنا يجيبك. حاضر. فمن هي موجوده ولا توفيت؟ ام عبد الله. ايه شيخ؟ هي مرات عمك لسه موجوده، زوجة العم موجوده ولا توفيت؟ انا مش سامعاك والله. طيب شيخنا يجيبك. حاضر. فمن الله. السلام عليكم. من معنا؟ سلام. الاستاذه سعاد. السلام عليكم. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا. كنت عاوز اعرف، هو يجوز للحامل ان هي تقعد وهي بتصلي؟ انا حامل في الشهور الاولى وبحس بتعب كتير جدا وهبط وهبوط يعني، فعاوز اعرف انه عادي ان اقعد وانا بصلي ولا ايه؟ حاضر. ده حرام. ربنا يكرمك ويتمم امرك على خير. حاضر. فهم الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم، لو نزل إلى عمله وهو جنب دون أن يغتسل فما حكم هذا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. يعني هو ليس إقادة إلى الشارع، ليس نعم. مرتكبا لشيء حرام، لأنه أبو هريرة رضي الله عنه لقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سكة المدينة أو في سكك المدينة، فلما رأى أبو هريرة النبي عليه الصلاة والسلام تنحى جانبا عشان ما يلتقيش به، ورجع إلى بيته بسرعة واغتسل، كأنه كره في نفسه أن يلقى النبي عليه الصلاة والسلام وهو جنب. فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم يعني ليه تنحى وليه لم يلتقي به عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله كنت جنبا
فكرهت أن يعني ألاقيك، أو كنت جنبا فذهبت واغتسلت عفوا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله يا أبا هريرة، سبحان الله، ليه عملت كده؟ إن المؤمن لا ينجس، المؤمن لا ينجس، إما أن يكون طاهرا إن كان مغتسلا أو متوضئا، وإما أن يكون مش الأخرى بقى أو كما يقول بعض الناس نجس، لا لا لا، وليس نجس، على غير طهارة، إما على طهارة وإما على غير طهارة. فالشاهد أنه اللي ينزل إلى الشارع وهو جنب ليس مرتكبا لحرام، لكن هذا ليس هو الأفضل، لأن المؤمن يعني ينبغي أن يكون محافظ على الطهارة بصفة دائمة، ويستحب للجنب أن يبادر بالغسل متى تيسر له هذا، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. سواء كان الاغتسال من باب التنظف أو من باب الجنابة، يعني هل يجوز أن يصلي يعني المرء أو المرأة بلا وضوء شيخ الكريم، ويجزئ هذا الغسل عن الوضوء؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نعم، ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الغسل أعم من الوضوء، مش كده؟ نعم. وبالتالي قالوا ما دام الغسل أكبر من الوضوء، أعم من الوضوء، فهو يجزئ عنه. وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن الغسل لا يجزئ عن الوضوء، كما قال ابن حزم، لأن الله عز وجل تعبدنا بعبادتين، حال الحدث الأصغر تعبدنا بالوضوء، وحال الحدث الأكبر الجنابة ولا الحيض ولا النفاس تعبدنا بالغسل، وإن كنتم جنبا فاطهروا، لكن إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم على غير جنابة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، اللي هو الأمر بالوضوء. فقالوا هاتان عبادتان مستقلتان في حالتين مختلفتين، حال الحدث الأصغر الواجب علينا الوضوء، وحال الحدث الأكبر الواجب علينا الغسل. أما الحنابلة وهو تقريبا أوسط الأقوال في المسألة فيما أعلم يعني، فقد ذهبوا إلى أن الغسل يمكن أن ينوب عن الوضوء إذا نواهما معا، قبل الاغتسال أنوي الغسل والوضوء، فإذا فعل هذا أضمن الأقوال وأحوطها، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. لو المرأة تعلم من شأن حيضتها 5 أيام 6 أيام تزيد تقل، وفي اليوم السادس أو اليوم بعد انتهاء الدم في صفرة وقدرة، وزادت يوما آخر، فهل تمتنع عن الصلاة وعن الصيام شيخ الكريم أم تغتسل؟ نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. إذا كان هذا شيء من عادتها، يعني هي تعودت منذ بدأت معها الحيضة على أنه آخر يوم تكون فيه صفرة وحمرة، فإن النساء أيام السيدة عائشة رضي الله عنها كنا يبعثنا إليها بالقطن وفيه أثر الصفرة والكدرة والحمرة، فتقول لهن، بيستفتوها، فتقول لهن عائشة: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، ما تستعجلوش الطهارة، ما تستعجلوش الغسل، لأنه لم ينتهي حيضكم بعد إلا برؤية السائل الشفاف الأبيض اللي بيسموها القصة البيضاء، أو بعض النساء لا ترى هذا السائل الشفاف الأبيض، إنما ترى جفوف تام لمحل الدم، لا دماء ولا سوائل بأي لون من الألوان. فإذا ظهرت واحدة من هاتين العلامتين، السوائل البيضاء الشفافة أو جفاف محل الدم جفافا كاملا مع اليوم الأخير للدورة اللي متعودة عليه المرأة أو الفتاة، في هذه الحالة تغتسل وتكون طهرت من حيضتها، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. هي السائلة تسأل تقول: لو هي تعودت 5 أيام وفي اليوم السادس صفرة وقدرة وزاد يوما آخر وفيه صفرة وقدرة، هل تمتنع أيضا وتعد هذا من الحيض أم تغتسل وتقول هذا ليس من أيام الحيض؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. الحيض بينتهي مع آخر يوم اللي معتدين عليه، ومع ظهور واحدة من العلامتين، الجفاف ولا السوائل البيضاء. فإذا شفنا العلامة اللي هو جفاء الأول خلاص المدة انتهت، وبعدين شفنا واحدة من العلامتين، الجفاف التام ولا السوائل الشفافة البيضاء، يبقى كده رسميا كما يقولون إنجاز التعبير يعني الحيضة انتهت، تغتسل. لكن بكرة
وجدت اثرا لصفره وحمره. اذا الصفره والحمره اللي طارئه دي بعد الطهر من الحيض ليست من الحيض في شيء، لحديث ام سلمه رضي الله عنها: كنا لا نعد الصفره ولا الحمره ولا الكدره في غير وقت الحيض شيئا. ما دام انت العلامه بتاع الطهر ظهرت والمده نفسها انتهت، خلاص يبقى كده لم تعد حائضا. طب بكره بعده بعده، خلاص ما لناش دعوه في بكره بعده بعده دي. اذا ظهرت اي اثار لسفره او حمره فهي ليست من الحيض في شيء. كل الحكايه ان هي تستنجي، اذا ارادت الصلاه تستنجي وتتوضا لكل صلاه مكتوبه، والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاه والسلام. الاستاذ عيد يقول: اختي توفيت رحمه الله عليها رحمه واسعه، وتركت ذهبا وليس عندها الا بنت واحده، والد والدي الله يعني يرحمه او يحفظه اخذ الذهب على صفه الامانه وباعه، وبعد كده لما جت البنت بعد 17 سنه تتزوج وضع مالا لها في الشبكه او في جهازها ولم يكتب لها شيئا. بعض الناس قالوا له: لا، انت اخذت جرامات، لابد ان تردها جرامات، هل هذا صحيح شيخي الكريم؟ الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. طبعا هذا كلام صحيح، لانه اذا اخذ جرامات فعشان نخرج من دائره الربا، لانه الذهب يتغير سعره على مدار اليوم، مش على مدار الاسبوع والشهر والسنه والسنين، ده على مدار اليوم اول النهار بسعر واخر النهار الذهب يكون بسعر اخر. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام قال: لن لا تبيع الذهب الا بالذهب، يعني الذهب بالذهب والمال بالمال والفضه بالفضه، عشان لا يكون هناك نوع من التفاضل. خدنا 10 جرام ذهب هنردهم، يبقى 10 جرام ذهب لو بعد حين. خدنا 10 فضه يبقى هنردهم 10 فضه ولو بعد حين. لكن المساله فيها بعد اخر، انه هذه البنت وريثه لامها، والذهب ده ميراث امها، فالبنت دي لها النصف من هذا الذهب باعتبارها وريثه لامها وهي واحده. فان كانت واحده قال تعالى: فان كانت واحده فلها النصف. فعلى العموم البنت لها نصف الذهب جرامات وليس قيمة من المال، هذا تبرئة لذمة جدها، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. طبعا توفيت أمها في حياة الجد، يعني توفيت في حياة المورث. أخوالها الجد لم يكتب لها شيئا لهذه البنت، وأخوالها لا يريدونها أن يعطوها شيئا، شيخي الكريم لا يريدون أن يعطوها شيئا، فهل لها شيء في الميراث؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. لا يا جماعة، أنا أقول للأخوال وللأعمام ده مش بالهوى ومش بالمزاج، ده بالشرع وبالقانون. البنت هتاخد نصيب أمها كما لو كانت أمها حية، شأنها شأن خالاتها الأخريات، بشرط أن النصيب اللي هتاخده البنت ده نيابة عن أمها لا يزيد عن تلت التركة، فإن زاد عن تلت التركة هنديها الثلث فقط والباقي يخصم منها. ده بالشرع، أيوة بالشرع وبالقانون، نعم بالقانون الذي يعرف فيما في قانون المواريث المصري بقانون الوصية الواجبة. فالأخوال يعطوها بالود وبالرحمة فيما بينهم، بدل البنت ما حد يقول لها اشتكي، فإن اشتكت هتاخد نصيب أمها بالفعل بقوة القانون، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. هم تظهر فعلا وراثة كمان. طبعا طبعا، لكن أحيانا أنت عارف أصله لو ما بلغوش عنها مش هتظهر. بيبقى في أحيانا شيء من هذا القبيل يعني. جزاك الله خيرا. الأخ أحمد يسأل عن وضع اليدين أثناء التشهد، شيخي الكريم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. وضع اليدين أثناء التشهد تكون على الركبتين، هذا هو الأشهر عند أهل العلم، أو على الفخذين. فإذا كانت على الركبتين أو الفخذين فإنه يقبض يده اليمنى يعني كده، ثم يشير بأصبعه السبابة أثناء التشهد سواء الأوسط أو التشهد الأخير. إن أشار بهذه الصورة فبها ونعمة، وافق حديث عبد الله بن عمر في صحيح البخاري وغيره أنه قبض يمناه ثم أشار بأصبعه السبابة، أشار يعني كده. وإن حركها بهذه الصورة
فإنه أيضا أصاب هدي النبي عليه الصلاة والسلام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. جزاك الله خير يا شيخنا الحبيب. الأستاذ إبراهيم، السلام عليكم. السلام عليكم. إبراهيم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا. لو سمحت أسألك سؤال، واحنا معايا قرشين طبعا بحتاج ثلاجه، بس بكفي اشتريها لي بحالي شقوق يعني ايه واحده واحده، هل ده يبقى ربا ولا يعني هي معايا ايه غلبانه؟ واضح الصوره معروفه يا حبيب الغالي. حاضر. بحتاج ثلاجه، بحتاج حاجه، بتروح هي ده حرام ولا حلال عم يا استاذ ابراهيم؟ طيب حاضر. الاخت الزهراء، السلام عليكم. ابو الزهراء، السلام عليكم. اهلا مرحبا يا ابا الزهراء، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. السلام عليكم ورحمه الله. تفضل يا فندم. السلام عليكم. طب عاود الاتصال، بارك الله فيك وجزاك الله خير. نعم شيخنا الحبيب الاخ سعيد، دم اللثه هل ينقض الوضوء او الصيام؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، الراجح فيما أعلم من أقوال أهل العلم أن هذا الدم لا ينقض الوضوء ولا يؤثر أيضا على الصوم، لكن يكره بلعه سواء كان في الصيام أو في غيره. ليه الكراهة؟ لأنه يسبب ضررا، فيعني دم متلوث بالاحتقانات والالتهابات وغيره، فإنه يكره في هذه الحالة أن يبلع إلا أن يكون رغما عن الإنسان، فإنه لا بأس عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. اغتسل أو اغتسلت من الجنابة أو اغتسلت من الحيض ثم استخدم أو استخدمت الصابون أو المنظفات شيخي الكريم أشياء لها رائحة، هل يعيد الوضوء مرة أخرى؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، الصابون في حد ذاته ليس ناقضا من نواقض الوضوء ولا شيء من هذا القبيل، لأنه ليس من النجاسات، ده هو مادة طاهرة نغتسل أو نستحم بها. وبالتالي إذا كان اغتسل أو توضأ ثم استخدم بعد ذلك الصابون، فالصابون لا ينقض الغسل اللي اغتسله، أو الصابون لا ينقض الوضوء اللي هو توضأه الآن، شريطة ألا يكون مس العورة المغلظة. فإذا لم يمس العورة المغلظة أثناء الغسل فإن الصابون لا يضره في شيء. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. لو الإنسان يصوم يوما ويوم صيام سيدنا داود أفضل الصيام، وفي صيام 13 14 15 هيتعرض يعني هذا الصيام هذه الأيام المباركات، هل هكذا يكون قد خالف صيام نبي الله داود عليه السلام؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، أبدا بالعكس، لأنه هو إذا أراد أن يطبق هدي الصوم يوما والفطرة يوما آخر هيسقط منه يوم من أيام ال 13 أو 14 أو 15. يعني لو افترضنا جدلا الدور النهاردة هيصوم وطلع 13، يبقى بكرة هيفطر 14. طب لو صامه يبقى كده زاد على صيام داود ولا انتقص من صيام داود؟ زاد، يبقى فعل خيرا، ما فيش تعارض ولا شيء، زيادة فضل يعني. هو زيادة عمل خير وزيادة أجر إن شاء الله عز وجل، وهو في الحالة دي محافظ على سنة صيام اليوم وفطر يوم آخر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي عليه محمد عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا مرحبا يا أختنا، تفضل. الله يسلمك، إزيك يا شيخة؟ في نعم والله، الحمد لله رب العالمين. لو سمحت، زوجي يريد أن يتزوج، وأنا موافقة مش معارضة، يعني مش موافقة وكده، بس أنا ممكن أصلي صلاة استخارة كده يعني، عشان لو أنا موافقة دلوقتي ولو حصل بعدين ولا كده، هل يجوز إن أنا أصلي صلاة استخارة؟ حاضر في الموضوع ده. السلام عليكم. نعم شيخي الكريم، أم وائل تصلي 4 ركعات قبل الظهر و4 ركعات قبل العصر، وهي سمعتنا في بداية الحلقة أن ما بين كل أذانين صلاة، فهل هناك صلاة
خلاف هذه الصلوات التي تصليها أو الركعات التي تصليها أختنا أم وائل؟ نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. عليه الصلاة والسلام. نعم، نقول لأختنا أم وائل أنت محظة على السنن القبلية اللي هي بنسميها الرواتب أو السنن المؤكدة، بارك الله فيك، خير وبركة، اللي هو أربعا قبل الظهر مثلا وسنتين بعدها أو غيره. فهذه السنن الراتبة لا تتعارض مع الصلاة الزايدة اللي احنا تكلمنا فيها، دي صلاة من السنن الغير راتبة. فانت لو حبيت تصلي أربعا قبل الظهر، وبالمناسبة لأنه كان جاتني بعض الرسائل على الواتس، الناس بتسأل هو قبل الظهر يعني قبل أذان الظهر؟ لا، مش قبل أذان قبل الظهر، الفريضة. قبل صلاتنا للظهر نفسه يعني. نعم. بعد الأذان لسه هنصلي الفريضة؟ أيوة، في الوقت ده نصلي اللي هي السنة القبلية، وبرضو في العصر كده والمغرب والعشاء كده. فلما يقال الصلوات اللي هي قبل الفريضة السنن القبلية، مش معناها قبل الأذان، لا، بعد الأذان لكن قبل ما نصلي الفريضة. ففي الحالة بتاعت أختنا أم وائل أنت بتصلي أربع المؤكدة، لو حبيت تزيد ركعتين ولا أربعة من السنة الغير مؤكدة اللي هي ذكرها النبي في قول بين كل أذانين صلاة، قال في الثالثة لمن شاء. حتى سنة الوضوء، أن حتى سنة الوضوء، ولو في حاجة اسمها صلاة حاجة ممكن يصليها في هذا الوقت ولا في أي وقت آخر؟ ما عندناش فيما أعلم يعني، ما عندناش في الشرع حاجة اسمها صلاة حاجة. إنما أنا إذا يعني قضاء الحاجة عنت لي حاجة، نعم، فهعمل إيه؟ هقول يا رب. طيب لما أقول يا رب أختار قربة بين يدي الله عز وجل، إيه القربة؟ أصلي ركعتين عشان أدعو في السجود أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد في هذه الحالة. لكن صلاة اسمها كده صلاة حاجة ما عندناش، أو صلاة شفع ما عندناش. شفع ده يعني ركعتين، مش واحدة يعني، مش ثلاثة ومش واحدة ومش خمسة ومش سبعة وهكذا. فالشاهد أم وائل عايزة تصلي ركعتين سنة الوضوء، صلي قبل الفريضة. عايز تصلي ركعتين اللي هي ما بين كل أذانين صلاة، صلي، لكن محافظتك على السنن الراتبة اللي انت محافظة عليها أولى من انشغالك بالسنن الغير راتبة. لكن لو هتجمعي بين الخيرين يبقى زيادة خير وزيادة عمل صالح تؤجرين عليه إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. مسألة العملية وأخوها مرضيش يديها فلوس العملية، ربنا يسامحه ويصلحنا ويصلحه، هي مش عايزة تكلمه وزعلانة منه، تعمل ايه شيخنا الكريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. غلطان طبعا الأخ اللي هو منع حقها في هذا الظرف الصعب، عملية يعني حالة اضطرار شديدة، وبالتالي اللي يمنع حق أختي في هذا التوقيت لا شك أنه مرتكب لخطأ بشع. والأصل أننا المسترعى على الميراث اللي هو أخونا الكبير يعني المعروف دايما هو في إيده الأمر والنهي، أنه بعد ما بنخلص من حالة الوفاة بيوم باثنين بأسبوع بتاع يبدأ يقسم الميراث، لأن ده أمانة في عنقه، إن وفى بها لإخواني وأخواتي فقد صنع خيرا، وإن مات لإخوانه وأخواته في دفع الميراث فهو مرتكب لخطأ سيحاسب عليه عند الله عز وجل، خاصة أنه بمرور الوقت الميراث بيكبر والقيمة بتتغير، وأبو ألف بقى بألفين وبقى بعشرة، فيأتيه الشيطان ويقول له لا ده كان لها ألف، إزاي تديها عشرة النهاردة؟ ما يصحش نأخر الميراث أصلا عن موعده المشروع بعد انتهائنا من الانشغال بحالة الوفاة. وأخونا زاد على الخطأ خطأ آخر، أن هي محتاجة في ظرف ملح، لكن كل ده كوم هيحاسب عليه عند الله. وإن إحنا نقول لك أيوه ما تكلموهوش، ده كوم تاني، ما تكلموهوش ليه؟ بالعكس كلميه حتى لا تعالجي خطأه بخطأ منك وهو الخصام، يبقى هو يتحاسب على المماطلة في دفع الحق وإنت تحاسبي على الخصام. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لنا ما معنى إن كان ولا بد عشان زعلانة شويتين منه، يبقى لا يزيد الهجر والخصام عن ثلاثة أيام، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان هتشوفيه ويشوفك فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما اللي احنا نختاره ليك يا أم وائل، خيرهما زي النبي ما قال الذي يبدأ بالسلام، وكلي أمرك وأمره إلى الله تبارك وتعالى،
وإيش معنى كده إنك تسيبي حقك؟ لا، خذي حقك بكل وسيلة، سواء بالود المباشر والحوار بينك وبينه، أو بجلسة عرفية من الأهل والأقارب، أو حتى إن شئت أن تلجأ للقانون، فكل هذا لا تمنعين عنه أبدا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. الوقت كعادته يداهمنا. أم إسراء، أمي 60 عاما، ربنا يمتعها بالصحة والعافية. لم تكن تعلم منذ سن البلوغ حتى وقت قريب مسألة قضاء الأيام التي عليها من رمضان، هل تصوم أم تطعم شيخي كريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. والله يا أخ أحمد، إن تصورنا وقوع هذا الأمر مع انتشار العلم في 30-40 سنة الأخيرة، الحمد لله العلم بالدين انتشر، والعلم بالسنة انتشر، والعلم بأحكام الشريعة انتشرت، سواء في المساجد أو في القنوات أو في أي مجال آخر. لكن لو تصورنا إنه هذا وقع بالفعل وهي لم تكن تعلم، فإن جهلها بالحكم يعفيها من شيء واحد، ألا وهو العقوبة عند الله تبارك وتعالى والعتاب، إنما لا يعفيها من ما يترتب على الحكم الشرعي، ألا وهو قضاء ما عليها من أيام. هتقضي إيه يا عم الشيخ ولا إيه؟ أيوة، الآن سنها 60، وهنقول بلغت على 13-14-15، يعني إحنا بنتكلم في 45 سنة، يعني 45 رمضان تقضي ما استطاعت من القضاء، لأن الله تعالى يقول وأن تصوموا خير لكم. وإن عجزت عن بقية القضاء لما عليها من أيام، فإنها في هذه الحالة تطعم عن كل يوم مسكينا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أم عبد الله، ومسألة يعني زوجة العم الله يسامحها كانت بتخليها وهي يتيمة، يعني تروق لها وتديها 2 جنيه 3 جنيه وهي طفلة صغيرة وهي عندها 12 سنة، وجدت خاتما أخذته وهي طفلة في السن الصغيرة دي، هل وهي مش فاكرة بقى كم جرام، باعته بكام، تعمل ايه، تسوي ايه، المهم تكفر ازاي شيخي الكريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. وطبعا لم يكن هناك اتفاق على الأجرة، يعني ما كانش مرات عمها بتنزل لها البنت عشان على سبيل الأجرة انزلي واعملي الحاجة وانا هديك 2-3 جنيه، ابدا، انما كانت البنت عشان ده عمها وموجود في موجودة مرات عمها في البيت، فبتنزل كما هو معروف يعني فيما بين الناس، دي بيت عمها ودي بيت خالها، وبتروح اللي بتعمله بتعمله واللي ما بتعملوش ما بتعملوش، والسيدة مرات عمها تعطيها عطاء 2-3 جنيه حسب الأوضاع اللي كانت في السنوات، مكان الجنيه يعني له قيمة يعني. لكن ما فعلته البنت خطأ، لأن صاحبتنا لم تأكل حقها، وإحنا اتفقنا وانت شغالة عندها يا بنتي، نعم. انت كنت بتخدمي مرات عمك زي المعروف المتداول عندنا، تعملي ايه في الحالة دي؟ تتوبي الى الله عز وجل توبة الندم على ما سبق، وعدم العودة الى فعل هذا معها ولا مع غيرها مرة اخرى، وكثرة الاستغفار والعمل الصالح عشان نكفر هذا الخطأ. ومن لوازم التوبة نرد قيمة الخاتم ده جرامات لزوجة العم ان كانت حية، او لورثتها إن كانوا أحياء، ومش لازم نرد بالطريق المباشر، أنا كنت واخداه فخدوه، لا مش كده، إنما يمكن أن نرد بطريق غير مباشر بنفسك أو بغيرك من الأقارب أو حتى من الأغراب، شوفوا قدر كان الخاتم ده يعني كم جرام، يا 3-4 جرام، هي متوسطات الخواتم اللي احنا بنلبسها في البيوت، هي في الحدود دي 3-4 جرام، شوف ال 3-4 جرام النهاردة يساووا كام، وردي قيمة هذه الجرامات لبيت عمك، نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. تقدر يعني قدر المستطاع. تقدر الأخت سعاد، هل يجوز للحامل المتعبة أن تصلي وهي جالسة شيخي الكريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. يعني أحيانا يرد التعب والإرهاق على الحامل في بداية شهور الحمل 3 الأولى، خاصة إذا كان أول حمل، وكما هي الحال الصحة العامة في تدهور، كان زمان أمهاتنا وجداتنا كانت تذهب إلى الحقول وتطعم المواشي وتسقي الزرع وترد بحمولات على رأسها، وهي في الشهر 9 بل ربما تلد في الطريق أو تلد في الحقل في الغيط، لكن عشان التدهور في الصحة العامة المعروف، وإحنا بناتنا اتربوا على الشيبسي والكاراتيه والوجبات السريعة التي تهدر من الصحة العامة ما تهدر وتضيع من الصحة العامة ما تضيع،
فما دام الأمر كذلك وانت تعبانة ومرهقة، نعم يجوز لك أن تصلي قاعدة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. لو في حد مع مال، أخت معها مال، الأخ إبراهيم يسأل، لو طلب منها ثلاجة، هاتفا أو ما شابه ذلك، وهي تشتري، ما عندهاش دكان، هي تجارة كده يعني من باب التوسعة على نفسها وعلى العيال، تشتري له ثم تبيع بالتقسيط، فما حكم هذا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، الشرط ان هي تشتري السلعة وتحزها، تتملكها. راحت المحل، اختارت السلعة، التلاجة ولا الهاتف، دفعت الفلوس واستلمت التلاجة. بعدين انا بقى اللي عاوز اجي اتشتري منها السلعة دي مرة اخرى، ما فيش مشكلة مدام دفعت قيمتها وحازت السلعة في ملكها، فيجوز حينئذ أن تبيعها مرة أخرى بالفور أو بالتقسيط على حد سواء، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أمة الله زوجها يريد الزواج بأخرى وهي موافقة مبدئيا، فهل لها بعد هذه الموافقة شيخي الكريم أن تصلي صلاة الاستخارة أو دعاء الاستخارة من أجل يعني لعل الأمر يتغير عندها؟ فهل لها أن تصلي الاستخارة أو دعاء الاستخارة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أنا نصحتي لابنتنا السائلة لا، ما تصليش استخارة، والحمد لله نعم الزوجة التي رضيت لزوجها أن يتزوج عليها، سواء في سبب ولا لا يوجد سبب للنكاح الثاني ولا الثالث. إنما تستخيري، لا لا تستخيري، حتى لا تفتحي على نفسك بابا يدخل عليك منه الشيطان بوسواس آخر. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. احنا كنا نتكلم عن دعاء الاستخارة في بداية الحلقة، فالحمد لله السؤال الأخير في دعاء الاستخارة، كيفية الاستخارة، وهل نكرر الاستخارة شيخي كريم، وهل لابد أن نرى شيئا في المنام كنتيجة لهذه الاستخارة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، صلاة الاستخارة صلاة معروفة في الهدي النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كانت هي الأخرى ما لا تحمل اسما ذاتيا لها. يعني لو سألتني في عندنا صلاة اسمها صلاة الاستخارة، يمكن أن أجيب لا، ما عندناش حاجة اسمها صلاة الاستخارة، لكن في دعاء الاستخارة، ويستحب أن يكون هذا الدعاء في ركعتين من الصلاة أو في صلاة نصليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليدعو. فركعتين نافلة، سواء بقى نافلة بذاتها، نافلة غير مسببة، أو كانت نافلة مسببة توضى وأراد أن يستخير فيصلي ركعتين من صلاة النافلة ثم يدعو بهذا الدعاء. يدعو فين يا مولانا؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رجح أن يكون الدعاء عقب الصلاة، لأنه قال يصلي ركعتين من غير الفريضة ثم يدعو، ما قالش ندعو داخل الصلاة، إنما نصلي وبعدين ندعو بعد الصلاة، يعني بعد الانصراف من الصلاة والتسليم من الصلاة يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تعلم ولا أعلم. ذكرني، إنك تعلم ولا تعلم وأنت على كل شيء قدير. فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب. اللهم إن كان هذا الأمر اللي أنا هعمله، الزواج ولا الشغل ولا السفر ولا غيره، إن كان هذا الأمر ويسميه، سمي الأمر نفسه، خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله، فاقدره لي وبارك لي فيه. طيب، وإن كان هذا الأمر الأخرى بقى اللي هو شر، وإن كان هذا الأمر ويسميه برضو زواجي أو زواجي من فلانة أو شغلانتي الفلانية أو سفري، إن كان هذا الأمر ويسميه شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. طب شيخنا الكريم، لو حد يعني لا يحفظ هذا الدعاء ويريد أن يصلي صلاة الاستخارة ولا يستطيع القراءة ولا الكتاب، يا عم يصلي ركعتين ويدعو بما تيسر له وبما ألهمه الله من دعاء أو بالدعاء الذي يرجوه،
يا رب سامحني، يا رب جوزني فلانه، يا رب ما تجوزنيش فلانه، يا رب شغلني، يا رب الشغلانه دي تجي لي، يا رب السفريه دي تجي لي، يا رب يا رب يا رب. يقول بالمعنى يدعو بما تيسر له وبما ألهمه الله من دعاء تعبيرا عن الحاله التي يريدها من الله عز وجل. انما لو عايز الافضل، الافضل انه يتعلم دعاء الاستخاره. كان يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا الآية من القرآن عليه الصلاة والسلام. ولا يشترط أنه بعد الاستخارة مش عارف يشوف رؤية ولا يشوف منام، والكلام ده كله كلام لم يرد فيه هدي للنبي عليه الصلاة والسلام. إنما الحكاية كلها إحنا بنستخير في توقيت خاطئ في أغلب الأحيان. إحنا بنستخير وإحنا في مرحلة التردد، أسافر ولا لا، أتجوز ولا لا، أجوز دي ولا ما أتجوزهاش. لا، مفيش استخارة في المرحلة دي. انما الاستخارة امتى يا عمنا؟ الاستخارة لما تاخد القرار. خدت قرار بالسفر، استخير بقى. خدت قرار بالزواج نفسه كمبدأ. واحد بيتجوز النهاردة، ايوه انا خدت قرار بالزواج، بعد ما خدت القرار استخير بقى. ايوه انا خدت القرار اتزوج فلانة، بعد ما تاخد القرار بالزواج ومن فلانة استخير. انما الاستخارة في مرحلة التردد لا تزيدك إلا ترددا. لما تاخد القرار إيجابا ولا سلبا استخير. عشان كده بقول له إن كان الأمر اللي أنا خدت قراره ده خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري وعجلي وأجلي، فقدره لي وبارك لي فيه. فإن مش الأمر وتم، الجوازة تمت ولا السفرية تمت ولا الشغلانة تمت، فتلكم نتيجة الاستخارة. وإن مشينا خطوة وقفنا خطوات وتعرقلت الأمور، يبقى النتيجة الأخرى أنه بتكملش. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي. في الختام شيخ الكريم، هل لابد أن يرى شيئا في المنام، رؤية يعني؟ لا لا لا، ما أنا لسه قايل أهو أنه الاستخارة غير مرتبطة بالرؤى والأحلام. إنما لو استخار وشاف رؤى وأحلام، نقول له الرؤى والأحلام في هذه الحالة حديث نفس لا أكثر ولا أقل، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. متعكم الله بالصحة والعافية شيخ الحبيب فضل الشيخ شعبان درويش، وبارك الله لنا في عمركم وفي علمكم. آمين يا رب العالمين. ونلقاك غدا إن شاء الله تعالى قبل الآن بساعة من الزمان إذا كان في العمر بقية. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، الليلة إن شاء الله أهل الذكر 8 مساء مع فضل الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله. هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. قبل السلام، 8:15 معذرة بتوقيت القاهرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما أنا